هذا التأهل تونس والمغرب، ومن قبلها طبعا كانت الفرحة بتأهل مصر والسعودية. إذن نشكر كافة مراسلينا، وكما تحدثنا في البداية في بداية هذا الاستوديو من الكلمة الأخيرة عن الفرحة التونسية، لابد أن تكون لنا وقفة أيضا مع الفرحة المغربية. سيناريو ولا أروع. في هذه المواقف الصعبة تحتاج إلى كوموندو تذهب لتنتزع البطاقة، لأن التاريخ لن يذكر من لعب جيدا، سيذكر من تأهل، ونحن انتظرنا حتى أن هرمنا من أجل هذه اللحظة. خلصنا من الأهداف يا رجل. نعم 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 نعم. فجر جسم العرينا. المغرب تأهل إلى كأس العالم، يوم تاريخي بالنسبة للمغرب. الفرحة المغربية الكبيرة في هذه الليلة العربية الكبيرة على بي ان. طبعا نتحول للحوار مع ضيوفنا في الاستوديو. نبدأ بالمغرب. مبروك كابتن خالد ياسين. ليش بالمغرب؟ نبدأ على اليمين. طيب كابتن خالد، يعني اليوم انت طبعا يعني من المقدمين اصحاب التاريخ الكبير، لكن اليوم كانت مباراة عصيبة.